الو نويل، شنو نايمه؟ في حد ينام الساعه 11 تو الناس؟ اقول لك تعالي تعالي، ابيك بموضوع. ادري انه بالليل. تعالي يا بنت الحلال الحين، ادري انهم نايمين، انا متعمده ابيهم نايمين عشان ما يسمعونا نسولف على كيفنا. اي تعالي يا بنت الحلال، لو بجامتش تعالي، ما في احد. هي هي هي، يلا يلا انطرك، مع السلامة. فويلي عليك يا جويري، ذبحتيني، قراضك منثرة محذفة، تقولين صبيمة، انت بنت. جوري، جويري، قومي. بسم الله يما، ايش صاير؟ انت نامي مالك شغل، قومي ابيك. انت مسوي مصيبه؟ ما سويت شيء. تحسبين انا ما ادري وش تسوين من وراي؟ ها يا جويري، تكذبين على امك؟ لا يما جوري، ما تجذب، بس يمكن انت فاهمه الموضوع غلط. لا يما انا تشذبت علي، تسامحيني. هي ادري انك تشذبتي علي وخشيتي علي، تطبعتي من زبيده وتعلمتي على البخل. ها تفكرين اني مهتم بصحتك؟ صحتي الا صحتك، جمعين المصروف وتحرمين نفسك من الاكل، مو بزين يمك. البنت حالاتها ريانه العود، ما هي بخزرانه العود نفس هذه، ما لك شغل فيها. هي أبيش تاكلين وتهتمين بصحتك زين يمك. إن شاء الله يما. تعالي يمك تعالي. أنا قصرت معاك بشي، بخلت عليك بشي يمك. يما حبيبتي أنت ما قصرتي معي بولا شي، بس تبين اعتراف؟ تدري ليه أنا أجمع الفلوس؟ ليه؟ عشان أشتري لك تلفون جديد. من قالك إن أنا أبي تليفون؟ أنا أبيك تهتمين بصحتك وتصيرين مربربة ومتختخة. هي أنا ما أبي تليفون. يعني هذا الموضوع اللي انا قاعده عشانه؟ والله ما حق قالك تعالي، انت اللي رزيتي وجهك، بعدين صحه اختك ما تهمك. وانا ايش علي منها؟ تربربت ولا عصقلت؟ وبعدين هي يمه تبي تشتري تليفون، انت تستاهلين يمه. ليش انت ما تشتغلين وتجيبين التليفون؟ يمه الفان اللي اكد عليه يلا يجيب سعر البنزين، وبعدين اذا متلشين بالفلوس اعطيني اياها، انا بنتك بعد. لا والله فلوس بنتي، وبعدين روحي خلاص روحي، ما عندك سالفه، روحي. تصبحون على خير. وانت من اهله قول حات يمك. ها وبيش تشترين لنفسك أكل وتاكلين وتربربين زين يمك. الله يما. إيه خلاص ما أنتي ببزر يمك. لا 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 ما أنتي ببزر. شوي شوي شوي. قومي روحي نامي. يما يما شوي. روحي نامي. بوسة بوسة. خلاص روحي نامي. ما تحبين الحنان. يا ويلي.